في مبادرة لمساعدة المجتمع العربي في التغلب على الوضع الذي فرضه انتشار وباء كورونا في العالم، أطلق مجموعة من المهندسين الأردنيين تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً يساعد الأفراد في التعرف على ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا. يقدم التطبيق والموقع الإلكتروني خدمة فحص كورونا المبدئي عن بعد من خلال التقييم الذاتي للحالات عبر مشخص للفيروس، ويمكن من خلال التطبيق استخدام تقنية تتبع الإصابات التي يشتبه بها، ما يساهم في تحديد الحالات والمخالطين في جميع الدول العربية. ينضم إلينا من عمان مدير العمليات في شبكة طب كان الطبية المسؤولة عن المبادرة المهندس سامر الطراوني. أستاذ سامر، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، وشكرا على هذه المبادرة التي تساعد الناس على معرفة ما إذا كانوا مصابين أو غير مصابين. قبل ما أغوص في المضمون، أود أن أعرف منك كيف أتت الفكرة والهندسة كيف اختلطت مع الطب حتى أنتجتوا هذا الموضوع. مساء الخير شانتالي. أهلا وسهلا. هلا احنا طب كان شركة تشتغل مجال الصحة الرقمية، فعنا اصلا في الشركة اطباء واخصائيين مايكروبيولوجي وكمان نفس الوقت مبرمجين، فهي عبارة عن شركة خليطة بين الطب وبين البرمجة، فمن هون اجت الفكرة. هلا احنا توقعنا انه يصير في حجر صحي من شهر واحد، لانه كنا متوقعين نتيجة الدراسات شو ممكن يصير، فبلشنا نشتغل من ذاك الوقت بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله للتنمية انه نطور زي نظام من اجل تتبع هذا الفيروس. بتعرف زي ما بتعرف الفيروس هذا مش فيروس سهل، ومش فيروس ممكن ينتهي بشهرين وثلاثه، هذا الفيروس ممكن يستمر لحد 16 شهر. هلا 16 شهر معناته لازم نقدر نتعايش مع هذا الفيروس، يعني ما بنقدر نضلنا في الحجر الصحي لمده 16 شهر، لانه صحيح. في ناحيه اقتصاديه وناحيه اجتماعيه كبيره بتتبع هذا الشيء. فطورنا نظام من اجل، بلشنا فيه طبعا بالاردن، من اجل انه احنا نقدر وش نتنبأ بالاعراض، نعرف وين الاعراض قاعده تطلع. هذا الشيء سويناه عن طريق مشخص كورونا، استندنا فيه على اكثر من 200 دراسه حول العالم من اهم الاعراض اللي بتصيب مرضى كورونا. فهذا المشخص موجود على الموقع وموجود على التطبيق تاعنا. الهدف منه انه الشخص ممكن يحط مجموعه اعراض بالاخير تطلع له احتماليه اصابته بالكورونا. هلا المهم هو مش بس فقط انه الشخص يعرف احتماليه اصابته بالكورونا، بس الاهم انه احنا نقدر عن طريق الخرائط الحراريه الموجوده على النظام انه نقدر نعرف المناطق اللي ممكن يصير فيها انتشار، ونقدر نعالجها ونحاصر الفيروس قبل انتشار المرض في بدايه. سامر، دعني اسالك عن كيفيه متابعه كل التفاصيل التي تاتي يوما بعد يوم مع تطور هذا الفيروس. يعني ما كنا نعرفه في اليوم الاول مختلف تماما عن ما نعرفه اليوم. هل الفريق الطبي الموجود في الشركه يتابع كل ذلك ويعدل على التطبيق وعلى الويب سايت حسب ما فهمت؟ 100% شانتال. اللي بصير قاعد انه الفريق تاعنا في طب كان قاعد يتابع الاعراض الجديده اللي بتطلع ويتم اضافتها للموقع الالكتروني والتطبيق، بحيث انه نقدر احنا نتابع كل الاعراض الجديده. زي ما بتعرف الفيروس هذا لسه مش معروف بالضبط تحوره او تغيره من اسبوع للثاني او من شهر للثاني، فاحنا قاعدين نحدث بشكل يومي الاعراض الموجوده على هذا المتتبع المشخص لكورونا. واللي زي ما حكيت لك الهدف الاهم انه نقدر نتابع الاعراض اللي بتطلع حتى للاشخاص الشفيو. احنا نقدر عندنا صار داتا بيس اكثر من 30,000 شخص خلال الاسبوعين ثلاثه الماضيين استخدموا هذا النظام في كل الدول العربيه، الاردن، مصر، الامارات، السعوديه، كل الدول العربيه. وهذه الداتا كثير مهمه للجهات المعنيه ان تستخدمها بحيث تقدر فرق التقصي. سامر اعذرني على المقاطعه، هل من متابعة من قبل جهات رسمية لعملكم؟ يعني اليوم في تنسيق بينكم وبين الجهات الرسمية؟ هلا هاي المبادرة تبناها صندوق الملك عبد الله، هي مؤسسة رسمية في الأردن. احنا هلا بنتواصل قاعدين مع وزارة الصحة الأردنية بهدف انه نطلعهم على هاي التقنية، وتواصلنا حتى مع وزارة الصحة السعودية واكثر من وزارة الصحة بالمنطقة العربية بهدف تعريفهم على مدى أهمية استخدام البيانات، علم البيانات، استخدام الذكاء الصناعي
بهدف نحاصر هذا الفيروس. انا بدي احكي لك انه الفكره مش بس انه الاردن، الفكره انه احنا خلال بعد شهرين او ثلاثه بتعرف هلا الاردنيين كثير بيشتغلوا في الامارات او بالسعوديه بنفس الشيء، السعوديين بيجي تعالج بالاردن، فاحنا ما بنقدر نعيش بايدهم بعض اكثر من اشهر. يعني بالاخر لازم نعتمد نظام واحد في المنطقه العربيه نقدر انه كلنا نتابع الفيروس مع بعض. طيب. ونقدر نسمح لتنقل الاشخاص ضمن شروط. سامر، دقيقه واحده متبقيه، اود ان اعرف ردود الفعل وكم يبلغ عدد الناس الذين حملوا هذا التطبيق او دخلوا الموقع. خلال الاسبوعين الماضيين اكثر من 30 الف شخص في المنطقه العربيه قاموا بتحميل التطبيق او استخدام الموقع الالكتروني وتشخيص عن طريق موقع طبكه. فهاي الداتا كثير مهمه، واحنا الصراحه قاعدين نشتغل انه ننشر هاي الاليه، وحتى بنشتغل مع شباب عرب من مختلف الدول العربيه انه هذا المشخص يتم اعتماده على مستوى الدول العربيه بحيث كلنا يكون عندنا نفس الستاندرد. شكرا سامر طراوني، حضرتك مدير العمليات في شبكة طبكان الطبية المسؤولة عن هذه المبادرة، وبطبيعة الحال الأمل دائما موجود مع مبادرات كهذه. ختام هذه الحلقة من برنامج كورونا سؤال وجواب، نحن دائما بانتظار أسئلتكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة.